نختار نعلمكم بأن الحكومة اضطرت بأنها تستورد 90,000 والله تشتري على الأصح 90,000 طن من الأعلاف، فيها 75,000 طن القمح وفيها 15,000 طن من الأعلاف الخضراء. ونختار نقول بأن هاي الكمية مشرية على أساس بأنها هي حاجة البلد لأعلاف الحيوان الضرك، بيلي حد ما مطلع على الحال اللي معدل به قد يشك بأن حاجة الحيوان عندنا تعود أكثر من هذا. ولذلك نختار نقول في التوضيح من كيف تعرفوا أسوأ للبشر ويسوأ للحيوان، يعني تخلق فترة صعوبة والله نقص في الغذاء اللي يعاون من البشر، لكن اللي ما عنده طاقة لأنه يتحمل ذاك النقص يعوض له. كيف الحيوان اللي ينعطى له منه الأعلاف ما هو الحيوان كامل، تنعطى للي كبير منه في السن والله ضعيف، والله اللي صغير مازال هو اللي فاصل في النمو، بقية الحيوان الآخر ما ينحش. ولذلك خبراء المجال عندهم رصيفة يحسبوا بها حاجة الحيوان، وبالتالي هاي الكمية المشرية مشرية على أساسيك الحاجة اللي موضوعيا وعلميا هي اللي مفصول فيها، وعندهم طريقة تحتسب بها فنية مالية مطول عليكم بها. المهم انهم عندهم آلية يفاصلوا بها النسبة من الحيوان اللي في المواصفات اللي قلت لكم، وعندهم وحدة يحسبوها بها وتقدر حاجتها شنية، وعلى الأساس وقدرة حاجة حيواننا للسنة لفترة قتعد قاع أكثر من اللي مطلوب اللي هي من فبراير إلى يوليو، نقدر تعود 90,000 طن. راهو طبيعة الحال راجين إنها ما يفصل فيها كاملة بهلي، وماسين ثم أسباب لذاك، أسباب إنها قد ما يفصل فيها كاملة. أنا نقول على سبيل المثال بأن المناطق ما هم مستاويين في نقص المراعي، باللي خالدين بعض الولايات كيف ولايات الشمال اللي عندهم نقص في المراعي من بداية السنة ومازال مستمر، غير خالدين ولايات الشرق وجنوب البلاد ما عندهم نفس المستوى من النقص. ولذلك تجبروا مقاطعة والله ولاية جزء منها فيه المراعي وبكميات شبه كافية في بعض المقاطعات، وفي كميات ناقصة شوي وفي كميات تنقص من ذاك في بعض المقاطعات. ولذلك هاي الكمية مشرية على أساس تقديرات الحيوان اللي الله ينحشه وتواجد من المراعي في بعض المناطق، وذاك بطبيعة الحال يجعل من الحاجة في الأعلاف في بعض المناطق مفصول فيها ورك، ولي تستمر كيف الشمال مفضية من الغذائيات قبل الإجراءات اللازمة لأنه يستمر توزيع ذيك المناطق اللي بالشمال، ولعاد في منطقة ولاية أخرى يلا تنظر دور من اللي تراعي ذلك. بعض المناطق من بعض الولايات الأخرى لا يعود الحاجة محقا لها الأعلاف في مارس، وبعضهم لا يتعود في بريك، وبعضهم لا يتعود في ماي. غير بعد رغبة الحكومة في متابعة والله في توفير الأعلاف في الوقت المناسب جابتهم للعام في وقت مبكر اللي هو شهر فبراير، ومن قبلهم الإجراءات اللي لازم أعلنها نقلها يبدأ من اليوم، والدور المفوض من الغذائي تعطيكم تفاصيله إياك المناطق فات عاد فاصلة فيه في الطريق وعدها، ويجي ملي تقد تفصل فيه لا يعود موجود منه شيء في عاصمة الولاية من باركاتي ياكي لا نفصل فيه يعود ملي قري. قبل الدخول في التفاصيل والأسئلة نختار نعطي الكلمة قبل ذاك نبقي نضيف تفصيلين، واحد منهم إن الأعلاف اللي هو الحش اليوم انحطت منه في نواكشوط والله بدأت تتحط بآخرة فيها 25,000 طن،
وفي منتصف فبراير في نهاية فبراير لا يتحط واحد آخر 25,000 طن، وفي منتصف مارس 25,000 طن، وفي منتصف إبريل 25,000 طن اللي هي 100,000 طن، لا يتحط 75,000 طن من هذه هي المخصصة للعلاف، والباقي منها مخصص للاستخدام البشري. ونقدر نقول بأن الدولة عملت مجهود كبير العام في دعم سعر العلاف اللي كانوا ينباعوا للناس بسعرهم وتناولهم. بالنسبة لطريقة التوزيع من قد الأماكن، كرها السؤال الأول من الساحل، الأماكن كيت ناريا مقرر درك ومتوقع أنها تعود 280 موقع في العموم التراب الوطني، ومتواسع حسب التقديرات في التجربة السابقة وإضافة لها التحسينات اللي يلا منها دور تعود كافية. يا غير كي قلت قبيل لمستوى اللجنة الوزارية لين ينفصل في تغيير في ذاك العدد من اللي الدور لا تعود ممكنة بإذن الله. فيما يتعلق بالمنمين اللي شورمالي، أولا قاع ما في مقبال تأكيد أن العديد من المنمين في هذا قاس مالي لأسباب، هو أن الشريط اللي متوالي مالي فيه المراعي، معناها منطقة من أراضين نحن اللي متوالي مالي فيها مزالة المراعي موجودة،